السلام عليكم أصدقائي وأصدقائي بروف فريد. تقويم أنشطة الوحدة وكرامة الأخلاق ضرورية اجتماعية لا يستغنى عنها مجتمع من المجتمعات، ومتى فقدت الأخلاق التي هي الوسطة التي لا بد من الانسجام الإنسان مع أخيه الإنسان تفكك أفراد المجتمع وتصارعوا ثم أدى بهم ذلك إلى انهيار ثم دمار. من الممكن أن نتخيل مجتمعا من المجتمعات إن عدمت فيه مكارمة الأخلاق، وكيف يكون هذا المجتمع؟ كيف تكون الثقة بالعلوم والمعارف والأخبار وضمان الحقوق لولا فضيلة الصدق؟ كيف يكون التعايش مع بين الناس في أمن واستغراق واستقرار؟ وكيف يكون التعاون بينهم في العمل ضمن بيئة مشتركة لولا فضيلة الأمانة؟ كيف تكون أمة قادرة على إنشاء حضارة مثل لولا فضائل التأخي والتعاون المحبة الإطار؟ كيف تكون جماعة مؤهلة لبناء مسجد عظيم لولا فضيلة شجاعة في رد عدوان معتدين وظلم الظالمين؟ ولولا فضائل العدل والرحمة لإحسان والدفع بالتي هي أحسن؟ كيف يكون إنسان مؤهل لارتقاء مراتب الكمال الإنسان إذا كان أنانيا مسيطرا عليه سارقة له عن كل عداء وتضحية وإطار؟ لقد دلت التجارب الإنسانية والأحداث التاريخية أن ارتقاء القوى المعنوية لأمم وشعوب ملازم لارتقائها في السلم الأخلاق. الفضيلة ومتساب معه أن انهيار القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازم انهيار أخلاقها. وهنا سألنا النص، سوف نذهب إلى أسئلة. أشرح ما يلي حسب السياق. مكارم الأخلاق، سلوك فضيلة، إن عدمت غابت، التعايش تعاكس، ملازم مصاحب. يرتبط الكتاب في الفقرة الأولى بين فقدان الأخلاق وفساد المجتمع. حدد العبارة الدالة على ذلك. قلنا في الفقرة الأولى بين فقدان الأخلاق وفساد المجتمع، رجعوا النص وقلبوا لها. هي مكارم الأخلاق ضرورية اجتماعية لا يستغنى عنها مجتمع من المجتمعات، ومتى فقدت الأخلاق فيه التي هي الوسطة التي أبدا منه انسجام الإنسان مع أخيه الإنسان تفكك أفراد المجتمع وتصارعوا ثم أدى بهم ذلك إلى انهيار ثم دمار. عداء السؤال الثاني. السؤال الثالث. يرتبط الكتاب بين مظاهر ارتقاء المجتمع وفضائل الأخلاق. عود إلى النص إملاء الجدول. مظاهر ارتقاء المجتمع: الفضائل، الثقة بعلوم والمعارف وضمائن الحقوق، الصدق، الأمانة، التعاون بينهم في العمل، تأخي والتعاون والمحبة، إنشاء حضارة، بناء مسجد العظيم، الشجاعة في رد عدوانة العادتين، الإطار والتضحية، الارتقاء مراتب الكمال للإنسان. صفحة 45. الرائد في اللغة العربية مستوى الأولى إعدادي، السنة الأولى من التعليم الثانوي إعدادي، معكم بروف فريد. ديروا جيم كومنتار.